Thank you. أهلا المشاهدين وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم همسات عابر من خلال الفضائيه القبطيه بنرحب بكل احبائنا المشاهدين بيشاهدونا اليوم وكالمعتاد حلقه مميزه جدا جدا نتلامس فيها مع شخص الرب يسوع والنهارده بندخل الى عمق كلمه الله ندخل النهارده الى فعلا فلسفه الكتاب المقدس والعمق الكتابي اللي موجود في دراسه هذه السلسله الرائعه وهذه سلسله يعني ربنا يدينا الوقت ان احنا نقدر ان احنا نخلصها لانها شيقه جدا وعميقه جدا ومثيره جدا وهدفها ان انت تتعلم عن شخص المسيح كويس جدا وكتبت هذه الرساله لشعب العبرانيين لشعب اليهود وكانت الغرض منها ان هم يعرفوا قيمه السيد المسيح وسبب نقول ان فلسفه الكتاب المقدس كما ذكرها الوحي على فم بولس الرسول بحسب ايماني واكيد ايمان ناس كثيرين من الباحثين ومن الدارسين لكلمه الله بشكر الرب من اجل خادمه الامين للرب ثقله بدراسه هذه الرساله والعمق الكتابي اللي هنتعلمه من كلمة الله وعلى فم خادمه الأمين جناب الأسيس ميخائيل طحان من سوريا أهلا بك حضره الأسيس الله يباركك شكرا ربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه, اسمه في بداية حلقتنا يا ترفعنا في طلبة صلاة بعد إذنك أمين أمين أيها الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين بين يديك يا رب الطاهرة بين يديك الأمينة بين يديك التي ثقبت على الصليب من أجل خطايانا نطلب حضورك ونضع نفوسنا بين يديك الطاهره لكي فعلا ترفعنا من طين الحمقى من العالم الملوث الشرير. انت يا رب اتيت وكان زمننا زمن وزمن الحب. انت اتيت وكان كل هدفك ان ترفع الانسان من الارضيات الى السماويات وان تجلسنا مع اشراف اشراف شعبك. لذلك عيوننا نحوك في هذا الوقت المبارك الذي انت اعطيتنا اياه أن نكون في محضرك وأن نكون تحت رعايتك وأن, وأن نكون تحت قيادة عمل روحك القدوس نحن نثق بوجودك يا رب أنت قلت اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم حضرتك ويسوع يكون في وسطنا ونحن نثق يا رب بأنك أتيت لأن نحن أكثر من اثنين في هذا المكان ونحن نثق يا رب بحضورك وبقوة عمل روحك القدوس ونثق بأنك آت ويدك ملأنا بالبركات أنت لا تأتي فارغا أبدا يا رب أنت دائما محمد بالبركات إن كانت بركات زمنية أو بركات روحية ونحن عيوننا نحوك أنك أنت تملأنا بروحك القدوس وتشبعنا من دسم بيتك لكي لا ننظر إلى فتات العالم يا رب قديما اللي بعيدا عن أبوه عن أبيه يا رب طلب أكل الخنازير ولكن نحن نطلب الشبع الحقيقي شخص ربنا يسوع المسيح تعال واشبعنا من شخصك تعال واسكن فينا بقوة وبغنى يا رب هذه القناة التي ترفع اسمك بحاجة إليك أن تعضدها وأن تسندها وأن تباركها وتبارك كل أعضاء من المؤسس إلى آخر شخص يعمل في هذه القناة أنت مد يد العون يد القوة يد البأس يد القوية القديرة والقادرة وانت تعطيها يا رب حسب سوء القلب كل واحد يا رب حسب احتياجه ان تغنيه بغنى الروح يا رب وان تعطيه ان ان يسدد كل احتياجاته من غناك يا رب ومن مجدك انت غني يا رب انت غني غني بالنعمه وبالمعرفه وبكل شيء يا رب كل قناه ترفع اسمك ارجوك ان تعطيها القوه والسند والدعم الالهي حتى تستمر في الرساله بلادنا العربية يا رب نوصيك دائما بعمل يديك بلادنا العربية نوصيك ابتداء يا رب من مصر إلى سوريا إلى الأردن إلى فلسطين إلى لبنان وخاصة لبنان في هالايام يا رب اللي عم تمر في ظروف صعبة. يا رب لا تنسى بلادنا العربية والمتكلمين باللغة العربية محتاجون إلى نور المسيح. محتاجون إلى وجود الروح القدس، محتاجون إلى الكنيسة، محتاجون إلى دعمك السماوي، محتاجون إلى رحمتك وخلاصك. يا رب كثيرين كثيرين وكثيرون يطلبون مجدك ويا رب بلا معرفة يا رب وانت قلت هلك يا شعبي من عالم المعرفة وجه انظار الجميع الى شخصك انت قلت يا رب ان, ان ارتفعت اجذب الي الجميع انت ارتفعت على الصليب يا رب اجذب يا رب اجذب نفوس كثيرة لخلاصك عرف الناس على شخصك انت ضيف لست ثقيل ولكن انت ضيف لطيف وحلو فارجوك ان تحبب شخصك يا رب للجميع لانه الجميع محتاجون اليك تعال يا رب نهضة على بلادنا العربية وعلى العالم اجمع وخاصة في الايام هي اذكر يا رب بمراحمك مرضى الكورونا والمرضى في القلب في, 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 امراض مختلفة كل الامراض المستعصية والصعبة انت قادر ان تمد يدك يا رب هناك امراض الى الان لم يكتشفوا لها دواء بحط مريانا بين يديك يا رب باسم الرب يسوع المسيح ان تسندها بقوه وان تمد بالدواء وبالعلاج باسم الرب يسوع المسيح وكل مريض يرفع يا رب يديه الان طالبا مجدك ان تمد يد الشفاء انت الاله الشافي انت الاله المخلص انت الاله القدير انت الاله العظيم انت الاله القادر والقدير على كل شيء برفع كل الامراض امامك يا رب وبرفع كورونا يا رب انه تنهي باسم الرب يسوع المسيح وتزيله من العالم كما ازلت امراض كثيره وان تعطي شفاء يا رب شفاء النفس والروح والجسد باسم الرب يسوع المسيح بارك يا رب اللقاء واجعله مثمر لمجد اسمك نعطيك كل المجد باسم يسوع امين ثم امين 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 الرب يباركك الرب يباركك يا اسيس وندخل محضر الرب بترنم ودياره بالتسبيح تعالوا النهارده نطلب نعمه الرب لان هو صاحب النعم هو من ملئه اخذنا نحن نعمه فوق نعمه لان النعمه هي عمل المسيح تعالوا النهارده نصلي الترنيمه دي مع بعض بنعمتك وعمق رحمتك أتي محبتك وأرتمي عليك اروي صبأ قلبي وشوقي وحبي يا ربي وحاجتي لك بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك بقلبي قلبي وشوقي وحبي فرحتي يا ربي وحاجتي إليك تحمدك الشفاء وتنحني الكبار شخصك يا الله، فأنت خالقها، تسبح القلوب أمامك تدوب، فأسمك مذوب، وأنت سيدها. أنت سيدها إلهي ما أبهى ما أعظم غناك فعيشي في رضاك شوقي ولذاتي لذا انتظرتك وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلستي الهي ما ابهاك ما اعظم غناك فعيشي في رضاك لذا انتظرتك نحوك وتحت ظلك تطيب جلستي أحمدك شفاء، وتنحني الجبال شخصك الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فإسمك مهو وأنت سيدك سيدك إلهي صخراتي حصني وقواتي وكل بهجاتي بقربك يسوع يا فرحتي يا بك عشت بحبك وقرب قلبك أحبك يسوع إلهي <applause> صخراتي حصني وقواتي وكل بهجاتي يا فرحتي بك فزت بحبك وقرب قلبك احبك يسوع تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القلوب أمامك تذوب فاسمك مهوب وأنت سيد سيدها وانت سيدها انت السيد ليك المجد مبارك اسمك احبابنا المشاهدين النهارده زي ما قلت في البدايه بندخل الى العمق في فلسفه الكتاب المقدس ودراسه عميقه في سفر في رساله العبرانيين هذا السفر الرائع وهذه الرساله الرائعه اللي رب استخدم فيها كاتب هذه الرساله بعمق لتوضيح ما هي قيمه رب المجد يسوع المسيح كانسان كاله ككاهن كذبيح بيقدم نفسه بدلا عن كل البشريه وككاهن الرب العظيم شفناه كان على مثل ملكي صادق وكان هذا ما يعلمه اليهود شعب بني اسرائيل في القديم وكان حافظ الكتب وعارف من هو ملكي صادق هو كاهن العلي لكن الرب جاء ليكون هو الكاهن العظيم الذي كهن امام عرش النعمه ليعطينا الحق الى ان ندخل الى قدس الاقداس ويمكن في الحلقات اللي فاتت شفنا قد ايه تميز المسيح في كل شيء والمره اللي فاتت لما اتكلمنا في هذه الرساله عن تفوق المسيح النهارده بناخد الجزء التسعه عشر من تفوق المسيح وبنشوف في الإصحاح التاسع عمق تاني للدخول إلى ما ينتمي إليه شعب بني إسرائيل في دراسة أو في التقرب إلى الله عن طريق الخيمة وإزاي إن كان الكاهن بيقدرش يدخل إلا إلى قدس الأقداس لكن كان يدخل للقدس ولكن قدس الأقداس كان يدخل إليه الكاهن أو رئيس الكهنة الكاهن العظيم أو الكاهن القائد رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة في السنة ليقدم قربان عن نفسه وقربان عن الشعب كله ويبقى هذا لمدة عام واحد لكن رب المجد يسوع المسيح قدم بنفسه ذبيحه قبلت أمام القدير وهي ذبيحة أبدية ملهاش نهاية عشان يقدر يفدي بيها البشرية هو ده اللي احنا عايزين ندرسه ونعرفه عن شخص المسيح وبشكر رب من أجل خادمه جناب الأسيس ميخائيل طحان في دراسته العميقة في هذه الرسالة الرائعة وحط الأسيس لما نتكلم عن الإصحاح التاسع وزي ما احنا بنقول ان يعني الرب يدينا وقت ان احنا ن يعني ننجز ولكن بحسب مشيئه ربنا لان يتكلم الرب على فمك ليعطينا كلام حسب انفتاح الفم امين امين اول شيء بحب اقول انه انا تلميذ وانا اتعلم كل يوم اتعلم شيء جديد من من سبقونا ومن تعبوا جدا من أجل أن يحضروا لنا هذه أو هذا الغنى الموجود في كلمة الله هلا كلمة الله هي نبع وهي لا يمكن أن هذا النبع ينضب يوم من الأيام فمهما فتشت في الكتب تجد دائما أشياء جديدة تخرج عتقا وجدد ما الكتاب دائما في العتيق الجديد والرائع هو عبارة عن أوكيانوس هو عبارة عن محيط كله لآلئ كله مجوهرات كله أشياء ثمينة مهما فتشنا وكل يوم نفتش ونبحث وأنا بشكر رب من أجل من يتعب من أجل كلمة الله لأنه له ثواب له أجر أكيد. له جزاء له مكافأة في السماء لابد اننا جميعا سوف نقف امام كرسي يعطي كل حسابا بعدين خيرا كان ام شرا ليه لانه في مكافاه لانه نحن نشكر رب نحن نعرف انه رساله رومية واضحه بالنسبه لا كامل الثامن الاول بيقول اذا لا شيء من, من الدينون الان بس. الان <applause> على الذين هم في المسيح لكن في مكافاه فنشكر ربنا جل الذين يتعبوا ويتعبوا جدا و أه الحقيقه بيسهروا الليالي من اجل ان يحضروا كلمه الرب وان يستخرجوا الاشياء الجديده والعميقه من كلمه الرب. انا من الناس اللي بتعلموا انا تلميذ ولا زلت اتعلم واحب التعلم، احب التعلم. احب, التعلم. أحب ان اتعلم، هذا ليس تواضع لكن هي حقيقه. فانت بتقدمني انه باحث انا لا باحث في الكتاب ولا ولا حتى اصلح ان اكون تلميذ، ولكن نشكر الرب اللي بيستخدم حتى استخدم غراب واستخدم حمار واستخدم اشياء كثيره وعم حاول يستخدمنا ونشكر الرب من اجله امين فنحن الان امام مقطع رائع جدا جدا وهو الحقيقه الاصحاح التاسع هو صله وصل بين كهنوت المسيح وبين ذبيحه المسيح نعم. لان نحن قلنا بالسابق وحكينا عده مرات انه الرساله العبرانيين فيها قمم واهم ثلاث قمم موجوده فيها هي عظمه المسيح في شخصه نعم. عظمه المسيح في كهنوته وعظمه المسيح في ذبيحته هدول ثلاث قمم مهمه بتبدا الاصحاح الاول والثاني وانت كثير حكيت عن هذا الموضوع وحكينا عنه بالتفصيل الاصحاح الاول والثاني بيعرفنا عن عظمه المسيح في شخصه هو بالذات كابن, كأبن الله, الله الانسان الاصحاح آه. الاول والاصحاح الثاني لكن بيبدا من الاصحاح الثالث وهو ماشي الى الاصحاح الثامن التاسع وهو بيحكي عن كهنوت المسيح وذكرت حضرتك في المقدمه عن ملكي صادق انه كهنوت المسيح يختلف ويتميز عن كهنوت لاوي فهو على على رتبة ملكي صادق على رتبة وليس على رتبة لاوي ليه؟ لأنه الحقيقة السبب نشكر ربنا كاتب الرساله العبرانيين وانت دائما بتعلق انه هو بولس ونشكر رب ان كان بولس وان كان غير بولس نشكر ربنا الرساله العميقه والرائعه وانت بتوصفها بانه فلسفه الكتاب المقدس وهي فعلا فلسفه رائعه حتى بطرس الرسول وقت عم يحكي عن اسفار الكتاب المقدس قال انه اشياء عسرة الفهم كتبها اخونا بولس فهي اشاره انه بولس هو كاتب الرساله لانه بولس لم يكتب للعبرانيين الا هذه الرساله وطبعا بطرس هو عبراني ايه <applause> فاشار بالحقيقه هي اشاره طيب واضحه او يعني من الاشارات الكثيره التي توحي بانه كاتب الرساله العبرانيه وبولس الرسول فالحقيقه فيها اشياء عثره فيها اشياء صعبه فيها اشياء مهمه هي صله وصل عدة مرات إنها هي صلة توصل بين العهد القديم والعهد الجديد لماذا فيها أمور صعبة أو غير مفهومة للمستمعين أنت بتعرف إنه القسم البسيط من المؤمنين المسيحيين كانوا من خلفية يهودية نعم عبرانية لكن الغالبية العظمى التي دخلت المسيحية أم. من الأمم طبعا فعندما يقرأ الكتاب المقدس هناك تعابير واصطلاحات ورموز واشياء مذكوره في الكتاب المقدس لا يفهمها في العبرانيين فهم. لا يفهمها فهم لانه آه. لها خلفيه خلفيه يهوديه اندر جراوند عرفت؟ آه. فهي في لها خلفيه فالخلفيه هي هي مين بيفهمها؟ العبراني فقط العبراني لذلك بنشوف انه اذا قرانا الرساله العبرانيه وجدنا امور صعبه الفهم يجب ان نعرف بانه لها خلفيه وهذه الخلفيه هي من العهد القديم. نعم. بس الحقيقه انه في الرساله العبرانيين اشياء توضحت في في هذه الرساله كانت غير معروفه وغير مفهومه حتى للشعب القديم. فعندما تقرا رساله العبرانيين الوحي المقدس، الروح القدس اعطى ارشادات وتنبيهات في هذه الرساله نبهت الى امور كثيره في العهد القديم لم تكن مفهومه ولم تكن معروفه. نعم هلا رح نشوف من خلال القراءة في اشياء مذكورة ما هي مذكورة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاصل بالتفصيل اللي موجودة في الرسالة العبرانية. هذا هذا الغنى هذا الغنى في كلمة الله وده كلمة العمق الله الكتابي اللي موجود هذا ايه هذا نعم. الغنى في كلمة الله. كلمة الله مكملة بعض البعض. لذلك نحن لا نستطيع لا نحن ولا صادق وامين من يبحث في الكتاب ان ياخذ جزء ويترك الباقي ويفصل على كيفه ويفسر على كيفه بعيدا عن العهد القديم او الجديد وده وده خلينا يعني برضو يمكن بعيد عن الموضوع بس مش هقدر ان انا اسيب الكلمه دي لان ناس كتيره بتاخد بتبني عقائد في افكار مختلفه وده بنشوفها في الوقت الحاضر بشكل واضح جدا على اجزاء معينه وبتلغي الاجزاء الباقيه او بترفض انها تتعامل بالاجزاء الباقيه في الكتاب المقدس ودايما الناس حتى يجوا يقولوا لي طب احنا دلوقتي في العهد عهد النعمه احنا مالنا بالعهد القديم يا جماعه لازم نفهم ان العهد القديم بيظهر العهد الجديد فيه لكن مشوش او مغيم او غير واضح لكن كل العهد القديم بيظهر في العهد الجديد واضح جدا 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 لفك كل الرموز عشان كده المسيح قال انا لم اتي لانقض الانبياء لم أنق... لاتي الناموس والانبياء ما اتيت لانقض بل لاكمل او لاتمم اكمل نواقص الانسان واتمم كل النبوات اللي ذكرت عني يعني ذكرت في في ترجمات كده وفي ترجمات كده لكن احنا محتاجين ان احنا نفهم ان الكتاب المقدس وحده متكامله ما تقدرش تفصل حاجه عن حاجه عشان كده يقول مقارنين قارنين الروحيات بالروحيات ما ينفعش ان انا اخد جزء واسيب الباقي لازم اقارن دب ده بده ماجيش اخد جزء صغير واعمل عليه عقيده ما ينفعش لازم تاخد الكتاب ككل عشان كده انا بشجع كل واحد دارس الكتاب انه ما ياخدش جزء ويسيب الباقي ولكن يدرس الكتاب كله مع بعضه وده الغرض من هذه الهمسات اللي احنا بنتكلم فيها في هذا البرنامج ان انت تعرف عمق الكتاب وندرسه مع بعض واحدة واحدة علشان نقدر نفهم كلمة ربنا لانك لو فهمت كلمة ربنا خلاص انت مش محتاج حاجة تانية لان هي ده, كلمة الرب حية وفعالة وامضى من كل سيف زي حدين يقدر, يقدر الرب يخترقك من خلال كلمته الرب قالها انتم انقياء بسبب الكلام الذي يكلمكم به فاحنا لازم لو عايزين نتنقى محتاجين ان احنا نفهم كلمه ربنا وندرس كلمه ربنا عشان كده انا بشجع كل واحد ان هو يدخل الى العمق ما واقف على الشط بره فعلا انت لو دخلت للعمق هتستمتع بكلمه ربنا لانها غنيه بغنى غير 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 طبيعي غنى فائق لان الله غني ويغني كثيرين ربنا يباركك يا على خدمة. فعلا خدمتك انت حضرتك سميتها عقيده بس انا بسميها هرطقه <تصفيق> <تصفيق> ما بقدر اسميها عقيده هم جبنوا عليها عقائد في ناس كتير بتعمل كده انا ما بقدر أسميها, اسميها عقيده وللاسف أ... سامحني لا هلا يا اما هدول الناس افهم من الرب يسوع وافهم من بولس الرسول وافهم من كتبه الوحي اذا كانوا افهم فلتكن عقيده ولكن ان كانت غير مطابقه لكلمه الرب وغير لاقوال الرب يسوع ولا مطابقه لبولس ولا بولس ولا لا بطرس ولا كتبت الوحي فهي هرطقة. فانا ما بقدر اسميها عقيده صريحة يعني انا بتالم اذا بدي اسميها هي عقيده تبني على كيفك مبدا ومع تعليم فهذا مو تعليم هذا هرطقه واللي بديوا بالهرطقات كلهم كانوا رجال دين اصلا وكانوا متعلمين وكانوا يمكن فهمانين بالكتاب اكثر منه ولكن حبوا ياخذوا جانب معين ووصل ووصلوا الهرق... وضد الكتاب الكتاب واحد قال كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع الت كل الكتاب صح فتشوا الكتب الرب يسوع فتشوا الكتب التي تظنون ان لكم وهي التي تشهد لي الشيء الذي لا يشهد للرب يسوع المسيح ليس من كلمه الرب ولا يغني ولا ولا ولا, ولا يشبع اصلا فنشكر رب انا ما بقدر صراحه نشكر رب انه انت سميتها عقيده <applause> انا ب... ما بقدر اسميها عقيده انا بسميها أرطل. هي الترجمه <applause> بتاعتها دوكترين دوكترين هي عقيده بال... <تصفيق> <تصفيق> طيب انت بتعرف اللغات اكثر <applause> <applause> نشكر رب طيب خلينا نتابع فنحن بالنسبه لنا شفنا انه اه... الع... ال... القمم الثلاثه الموجوده في رساله عبرانيين هي القمه شخص المسيح في ذاته و في كهنوته وفي ذبيحته اللي هن الاصحاح التاسع والعاشر بيبقى الاصحاح الحادي عشر الايمان هذا مشهور جدا طبعا وهذا عم بيحكي عن سلسله طويله من المؤمنين اللي فعلا كان عيونهم متجهه لشخص المسيح حتى نسل. قبل التجسد قبل التجسد اه طبعا ايه قبل التجسد واما الايمان فهو الثقه بما آه يرجى والايقان بامور لا ترى بس هلا من كانوا يترجون آه يترجون المسيح القادم لذلك بنشوف انه حتى السامريه وقت قابل مع الرب يسوع المسيح قالت له في هذا الجبل ام قال لها صدقيني يا مره لا في هذا الجبل الساجدون الان فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا قالت له عندما ياتي المسيح سيعلمنا سيعلمنا كل شيء اذا حتى السامريه اللي كانوا السامريين مضطهدين ومرزولين من اليهود عشان قالوا نحن نسجد في جبل جرزيم نعم السجود في وده اليهود قالوا نحن نسجد في جبل اورشليم نعم. في اورشليم نعم نعم يعني حتى السامريين كانت عيونهم تتجه الى المسيح نعم. وعندما تقابل اهل السامره مع الرب يسوع المسيح قبلوه بفرح وخلص كثيرون وفرحوا به وبقي عندهم ايام ف فالعيون كلها تتجه الى من؟ الى شخص الرب يسوع المسيح. اما الث... اما الايمان فهو الثقه بما يرجى، من هو اللي يرجع؟ المسيح المسيح طبعا رجاءنا المسيح رجاءنا اما الايمان فهو الثقه بما يرجى والإيقام بامور لا ترى، انا ما شافوا المسيح م. لكن صدقوا وهيك قال طوبى الذين امنوا ولم يروا فنشكر الرب من اجل كلمه الرب هذا الاصحاح 11 هو الايمان وفيه تعليم رائع اذا الرب اعطانا فرصه وصلنا له فبيكون في غنى لنا ولا اللي بده يسمعنا بنشكر الرب من اجل اللي تعبوا من اجل هذا التعليم بعدين بيبقى عن عباره عن ارشادات وتوجيهات في الرساله بال12 و13 12 وبنختم الرساله فاللي هو الغنى الغنى هو في الاصحاح حتى العاشر نعم الغنى الغنى, الغنى اللي هو بيتكلم عن الثلاث قمم نعم بيحكي في الشخص عن المسيح اللي نعم. بتختص بشخص المسيح نعم هلا جينا هون على الرس الرسالة العبرانية وصلنا احنا بالإصحاح التاسع نعم الإصحاح التاسع أنا قلت أنه هو صلة وصل بين كهنوت المسيح وذبيحة المسيح وذبيحة المسيح نعم. لأنه بنشوف فيه شيء تلميحات إلى كهنوت المسيح ومنشوف تلميحات ظاهرة إلى ذبيحة المسيح. بيربط الاثنين ببعض بيربط المسيح نعم لذلك نحن عم نمشي بسلسلة ومتواصلة ومنسجمة ومترابطة نعم طيب إذا جينا نقرأ الإصحاح التاسع ومنشوف التعليم اللي فيه اللي هو بيركز على فكرة واحدة بس خلينا نقرأ قال الاصحاح التاسع من الرسالة العبرانيين العدد الأول بيقول ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض هو عن مين عم بيحكي أنت حضرتك قلت في المقدمة أنه عم بيحكي عن خيمة الاجتماع نعم هو حلو أنه أنت نبهت لهالفكرة الفكرة لأني في هو ده الذي يسكن فيه الرب العهد القديم إيه لليهود حتى الـ حتى الـ حتى الـ الهيكل كمان كان عباره عن شيء موسع بس هون بيذكر بالذات الخيمه خيمه الاجتماع طبعا إيه حتى ما يصير خلط بين الهيكل وبين الخيمه آه لان هون الاشياء الموجوده بشكل اول اساسي واولي للخيمه للخيمه, للخيمة طبعا لدي الاساسيات اللي اتبنى عليها الخيمه وكلها زي ما اتكلمنا اه لما اتكلمنا ما شرحنا الخيمه حته حته نعم. يعني اجزائها كلها كل الخيمه بكل ما فيها بترمز للمسيح بكل الاتجاهات بكل الوظائف بكل الزوايا يعني كل بكل الاجزاء كلها كل نعم. ترمز للمسيح نعم ثم العهد الاول كان له ايضا فرائض خدمه والقدس العالمي لانه نصب المسكن الاول الذي قال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحة العهد وفوقه كربال مجد مضللين الغطاء أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين خدمة وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد شايف؟ صح وطريق الاقداس في المسيح لانه هو قال هو الطريق والحق والحياه. نعم ما دام المسكن الاول له اقامه الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابينه وذبائحه لا يمكن من جهه الضمير ان تكمل الذي يخدم وهي قائمه باطعمه واشربه وغسلات مختلفه وفرائض جسديه فقط موضوع الى وقت الاصلاح مم. وقت الاصلاح اي وقت التصالح إيه لا هلا راح اقول لك شو معناته وقت أه. الاصلاح هلا راح اقول لك شو وقت الاصلاح بس هلا خلينا نشوف انه اول شيء هون شو عم يعمل عم يعمل مقارنه بين العهد الاول والعهد الثاني نعم. العهد الاول اللي كان هو عهد مرتب من قبل الله في خيمه الاجتماع اولا نعم. ثم استمر في الهيكل بشكل موسع ومختلف نوعا ما مو... ليس لا. مو... لا كثيرا ولكن مختلف نوعا ما فنشوف بانه في مقارنه بين العهد الاول والعهد الثاني طيب لماذا العهد الاول ولماذا العهد الثاني وهل العهد الاول لا يصلح للعباده وهل هو مرتب من بشر وهل هو ترتيب موسى وهل هو فكر بشري كل ذلك تعلمنا عنه في الماضي انه هو فكر الهي مرتب من الله بس شو الفكره؟ شو الغايه؟ شو لماذا لماذا المقارنه بين العهد الاول والعهد الثاني؟ ولماذا انت بالمقدمه انت عملت مقدمه رائعه ونشكر رب من اجل اللي قدمته وانا بنبسط بالمقدمه اللي انت بتحكي فيها لانه بتمهد لي لشغلات انا بفكري ومعروفه وتعلمناها وعم عم تعلمها. الفكره وين؟ الفكرة لماذا العهد الأول ولماذا العهد الثاني وهل الله غير فكره من العهد الأول للعهد الثاني وهل الله يغير فكره لا 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 لكن يعني خلونا نفكر بشكل مبسط نعم. أنا طفل طعامي رح يكون مختلف لباسي رح يكون مختلف تصرفاتي رح تكون مختلفة أفكاري رح تكون مختلفة أقل وأبسط و... عندما اكبر وانضج واصير بالغا الامور رح تتغير اليهوديه هي طفوليه لان الناموس عرف الخطيه لكن ولكن اللعنه أنا... نحكي بالتفصيل اه الخطيه خلاص بس نحن عم نحكي كمقدمه نعم هلا شو شو العهد الاول هو عهد طفوله لكن لابد من النقله الى البالغين اللي هي المسيحيه نحن عم نقول دائما بنقول ونركز ونريد نفهم الناس او سامحني الناس بتفهم اكثر منا، بس منريد نعرف الناس اللي بتريد تعرف يا اخي نحن ما عم من نجي بنفضل المسيحيه لانه نحن مسيحيين. نحن ما عم نقول انه المسيحيه هي هي القمه وما ما تبقى، هي القمه صح؟ ليه؟ لانه تعاليمها مرتكزه على شخص. مبادئة مرتخ... مرتكزه على شخص، المسيحيه ليس دين كل من سمى الديانه المسيحيه هو ترتيب بشري، هو تسميه بشريه هي كلمه دين المسيح... صنع بشريه صناعه بشريه المسيحيه هي المسيح وان علاقة. كان وان كان في اروع من المسيح واعلى من المسيح واعظم من المسيح واقدر من المسيح واخلص من المسيح واثمن من المسيح يفضل يتفضل يقدم لنا يقول لنا هو يتفضل يقدم لنا لان هلا نحن بنقول وبنرجع بنعيد من بنضطر نعيد من لانه في ناس يمكن ما سمعتنا في كثير ناس بي بيرفعوا من اسيادهم وبيعظموا اسيادهم لكن بالحقيقه هن لا شيء لا شيء انت بدك ترفع بدك تقدم الدليل بدك تقدم البرهان بدك تقدم الـ 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 الاشياء الموجوده في كلمه الله اللي بتدعم انه هذا الشخص بيستحق انه يكون اعظم من المسيح. وحكينا مره سابقه انه في واحد كتب كتاب هو امريكي كتب كتاب المئه العظماء في العالم وحط المسيح الترتيب الرابع. وللاسف الشديد انه في كثير مسيحيين قالوا شوفوا المسيح حطوا المرتبه الرابعه، ما المرتبه الاولى. قلت له هذا فكر بشر يعني حتى 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 في ناس اللي انا بشتغل بمكان ناس تعبانه بيكتب لك هون على رقبته اي هيت جيسس بيكره المسيح طيب انت طيب شو بتقول له حر المسيح ما بيفرض حاله على حدا عرفت كيف المسيح لا يفرض نفسه على انسان المسيح يقدم لك ذاته يا اما تقبله او ترفضه انت لك كامل الحريه انك تقبل او ترفض المسيح بس يا ويله اللي بده يوقف قدامه قال لابد أن جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح، هذا بالنسبه للمؤمنين، طيب وغير المؤمنين؟ قال أمام سيجتمع امامه <applause> كل الشعوب بالعرش العظيم, بالعرش العظيم ويقف العظيم. عن يمينه العظيم. الخراف وعن يساره الجداء، طيب كيف كيف وقفوا لحالهم الخراف والجداء؟ مين بده يقدر يهرب من قدام عظمه الرب وهيبه الرب؟ صدقني الخروف بيعرف حاله خروف والجدي بيعرف حاله جدي و سامحني الرب الخنزير بيعرف حاله خنزير لانه بيعرف وين بعيش واي اي اي بيئه عم عبي عليها فحبيبي نحن ما عم نرفع شخص المسيح نحن نحن ما عم نقدر نوفي حقه نحن ما ما حكينا لا رساله العبراني ولا رساله افسس ولا رساله رومية ولا كل الكتاب بيقدر يوفي شخص الرب يسوع المسيح من العظمه والقدره والاشياء الموجوده فيه هو اعظم هو اروع هو ارفع هو كل شيء فنحن بالنسبه لنا عم نحاول عم نحاول عم نحاول نفهم نحن من هو هذا الشخص العجيب قال ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس الس... يا حبيبي يا حبيبي هذا شخص هيك صفاته هذا هيك صفاته هذا نحن اللي قدرنا نستوعب بافكارنا البشريه المحدوده هاي صفاته لكن هو اعظم واروع راح نكون معه بالمجد امين راح نتعرف عليه اكثر امين راح نعرف هذاك الشخص الفريد العظيم اللي لا يمكن ان توصفه كلمات امين امين بس يا حبيبي انت انت حر تختار مين ما بدك انت حر تختار مين ما بدك انت حر تسيد على نفسك ادم سيد على نفسه ابليس الشيطان ما حب سيادة الله حب يترك الرب الصديق الخل الوفي اللي كل يوم كان يجي يزوره ويتقابل معه حب يبدل للشيطان انت حر اخي حبيبي انت حر لكن انت وحدك تتحمل ان كنت حكيم فانت حكيم لنفسك وان استهزأت فانت وحدك تتحمل اذا انت بدك بدك تتبع الشيطان انت حر ما بحياته نحن ما مندافع عن المسيح ولا مندافع عن المسيحية المسيح يدافع عن نفسه واللي بيحاول يتهجم على المسيح بكلام أم سمعت قصيدة لواحد أم سمعت قصيدة لواحد معروفة بالتاريخ بس أنا ما كان عندي فكرة عنها حكى كلام وقال ايش هو ضرب بالمسيحية في, في العمق للأسف الشديد هو ما ضرب غير حاله ما ضرب غير حل لانه اللي بمس المسيح بمس الله، انت وقف قدام الله ومسه. اذا كانت بتقدر اذا كانت بتقدر تقرب لنور الشمس وتتحداها تبقى تتحدى خالق الشمس وخالق الاكوان. ف حر نحن بس نحن عم نحاول نقدم للي بريد يعرف واللي بريد يفهم من هو المسيح. وما رح نقدر انا بقول لك بصراحه لا انا ولا اللي علموني ولا اللي بتعلم منهم بيقدروا يوصفوا شخص المسيح لانه فوق الخيال فوق العقل فوق الادراك شخص فريد فريد فعلا فريد في كل شيء ابدي ازلي ابدي كل ايش بدك تحلي. كل حاجة. كل الصفات وكل الكلام وكل فهذا الاصحاح التاسع هو مقارنه بين العهد الاول والعهد الثاني العهد الاول انه عهد الطفوله العهد الثاني اللي هو عهد النضوج والبلوغ ففي ناس حبت المسيحيه وجاءت الى المسيحيه لكن بعدين غيرت رايها رح ترجع للعباده ليه؟ شافت طقوس شافت غسلات، شافت اشربه، شافت ايام، شافت مكان للعباده، شافت اشياء كثيره ملموسه أه فكرت بشو؟ فكرت شو المسيحيه؟ البداية المسيحيه شو كانت؟ مغاير، كهوف ناس بسطاء ناس جايين بحب للمسيح بينما هونيك رئيس الكهنه بس لباسه كان لباس المجد والبهاء كان يسموه لباسه بس لباسه وهالناس عم تقوم بالخدمه وشفنا هون بعض الكلام وقال ما راح ندخل فيها بالتفاصيل فالفكره وين الفكره في ناس بتحب الملموس بتحب الاشياء الماديه البحته وهي الديانه اليهوديه، الديانه اليهوديه هي عباره عن ملموسات، هل هي من الله؟ نعم. هل هي مرتبه من الله؟ نعم. هل هي مقبوله عند الله؟ نعم. بس وداكن... هو عملها الغرض نعم عشان يبقى رمز للمرموز اليه اللي هو شخص المسيح. نعم يعني من الالف للياء كل طرق العباده والطقوس اليهوديه اللي كانت موجوده في العهد القديم كلها من الالف الى الياء بترمز الى شخص المسيح وبتعرفنا كل ما هو في المسيح، عشان كده لما جاء المسيح تمم كل شيء كان مذكور في العهد القديم. هون عم بقول هلا وقت كنا عم نقرا الرموز هو عم بيحكي عن الرموز فعلا رموز. يعني هون الاصحاح التاسع كان فيه تفصيلات كتير مهمه بالنسبه للي بده يفهم. للي بده يفهم، فيه كتير تفصيلات، صحيح فيه كلمات صعبه وراح نحاول نساعد بالاشياء اللي اللي بنقدر عليها، لكن فيه اشياء بالنسبه هي فيها تفصيلات حلوة ورائعة. نعم. طيب، إذا أول شيء شو هذا الـ الـ الموضوع؟ موضوع الصفر هذا أو موضوع الإصحاح هذا التاسع عم بيحكي لك أول شيء ثم العهد الأول كان له فرائض. هلا شو معناتها كلمة فرائض؟ الطقوس والعبادات اليهودية. كويس. نعم. إذا أشياء مرتبة تساعد على العبادة. م. الفرائض هي أشياء مرتبة تساعد على العباده نعم طيب شو فيها هاي الفرائض فيها اكل فيها غسل فيها اشربه فيها ايام فيها اماكن العباده فيها اشياء كثيره نعم طيب هل المسيحيه فيها فرائض لا لانه علاقة. نحن عندنا المسيحيه هي المسيح خلينا نشوف اذا بتريد تفتح لنا افسس 2 نعم افسس 2 العدد 14 15 اه افسس 2 عدد 14 و15 بيقول لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط مين عم بيحكي على السيد المسيح لا هو عن شخص المسيح بس مين هدول الاثنين؟ العهد القديم والجديد العبرانيين والامم العبرانيين والامم نعم طيب لانه هو سلامنا اه الذي جعل الاثنين واحدا واحد ونقض حائل السياج وحد بمين؟ بالمسيح في بشخص المسيح, في المسيح. طبعا طيب ونقض حقد السياج المتوسط اللي هو كان بيفصل ما بين الامم عن ال عن الـ عن شعب الله المختار لان كان تعرف انه الامم ممنوع يدخلوا للقيمه ولما ممنوع يدخلوا للهيكل كانوا بيسموهم حجاره وكلاب وخنازير نعم يعني دول الامم نعم. اذا ونقض حائط سياج متوسط اي العداوه العداوه مبطلا بجسد ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما شايف قال مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض اذا المسيحي ليس فيها فرائض طيب روح نقول اذا بتريد على كولوسي اصحاح اثنين نعم كولوسي الاصحاح الثاني شو بيقول بعدد 16؟ يحكم عليكم احد في اكل او, أو شرب, شرب او من جهة عيد او, أو هلال, هلال أو, سبت او سبت التي هي ظل الامور العتيده واما الجسد فللمسيح فالمسيح. كويس؟ لا يخسركم احد الجعاله راغبا في التواضع وعباده الملائكه متداخلا في ما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي وغير متمسك بالراس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. من الله. طيب كمان نفس الاصحاح بيقول بالاصحاح الاثنين بالعدد 11 وبه ايضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد. عم عم بين المسيحيه واليهوديه واليهوديه، اليهوديه فيها ختان ختان والختان كان ختان صناعة يد صناعة يد. يد اه يعني في الجسد شيء جسدي آه. وخارجي بخلع جسم خطايا البشريه بختان المسيح مدفونين معه في المعموديه يبقى هنا الختان اتوصف هنا مش اتفهم معناه اللي كان موجود في العهد القديم وما كانش مفهوم يعني في العهد القديم كان كان قطع جزء لحمي من الجسد ليفرز الشعب اي يخصص الشعب يميزه عن باقي الشعوب نعم هنا تميز العلاقة مع المسيح هو أن احنا ندفن معه في المعمودية لنقام معه في حياة جديدة في جدة الحياة نعم مدفونية معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقام من أموات وإذ كنتم أموات في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم جميع الخطايا إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض شايف؟ إذا ما في بالمسيح فرائض طيب ليش العهد القديم؟ كان ترتيب تلاميذ ناس ناس صغار تلاميذ صغار اطفال نعم فلابد من الترتيب حتى فبنشوف بانه المسيح جاء لكي يكملنا ويرفعنا الى البلوغ الى الانسان الكامل بينما اليهودية كانت عبارة عن أطفال لابد من هلا الطفل ممكن تتركه لحاله يعيش؟ ينفعش. مستحيل مستحيل إذا ما رتبت له أكله وشربه وحمايته مستحيل لذلك بنشوف أنه اليهودية عبارة عن طفولية مرحلة مبتدئة إلى أن بعدين تفضل حضرتك انت قلت قلت حتى يأتوا إلى المسيح المرموز له نعم بس في شيء نقطة أنا كنت نفس الداية كنت بريد أوله وهلا رجعت ذكرتها اليهودية الرب أوجدها حتى يفرج الإنسان عجزه عن خلاص نفسه لأن الإنسان باليهودية عرف الخطية مو بس عرف الخطية عرف عجزه كإنسان وما يقدرش يعمل حاجة ما بيقدر قال له من عثر في في واحدة فقد صار مجرما في الكل, في الكل. طيب ومين منا ما يعثر بخطيه؟ مين منا ما بيضرب واحدة من الوصايا العشر؟ فبنشوف بانه اليهوديه طفوليه وتظهر عجز الانسان. بس الصوره اللي رح نشوفها واضحه هي بغلطة اصحاح الرابع. اذا فتحنا غلطة اصحاح الرابع شو بيقول؟ من عدد الواحد للسبعه. بول وإنما أقول ما دام الوارث قاصراً لا يفرق شيئاً عن العبد مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل, المؤجل من, من أبيم هكذا نحن أيضاً لما كنا قاصرين عم يحكي عن مين؟ اليهود عن اليهود نعم لأنه هو عبراني وبيفهم هذا الحكي قال هكذا نحن ايضا كن لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم ولكن لما جاء من الزمان طيب شو هذا من الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال تبني ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث الله بالمسيح النقله النقله الروعه بس هاي المقطع هاد رح نجي الرب عطانا وقت وفرصه خلال هالوجود اليوم رح نحكي عن تفصيلات مهمه جدا في هذا المقطع هاد نعم طيب هلا خلينا نتم متابعين في موضوعنا هلا نحن بالنسبة لنا شفنا انه في فرائض في اليهودية كان في فرائض نعم هل فرائض تقوم على طقس معين طقوس معينة في الأكل وتعليم في معينة الرب في في, 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 المكان في المكان اه طيب وبعد ما بيقول كلمة فرائض انتبه بالقراءة ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي أين كانت تقام كل هالفرائض القدس العالمي. القدس العالمي راسا لحق مباشره وراها انه مو على كيفك يا انسان القدس العالمي بدك تجي على القدس العالمي ومين هذا القدس العالمي كان خيمه, خيمة الاجتماع اولا ثم كان الهيكل, الهيكل. ومنشوف نحن ومنشوف نحن انه بالكتاب المقدس وقت بيحكي عن وزير كنداكا منين اجا اجا من الحبشه حتى ياتي الى اورشليم ويقدم العباده تصور انه ما كان في حريه العباده انك انت تقدم عباده محل ما بيخطر على بالك حددوا ربنا ابدا شايف شايف عظمه المسيحيه شايف عظمه الحرية. عشان كده بيقول في المسيح انتم احرار ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرار كويس غير غير هيك شو قال ان اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في الوسط انت بتامن ان المسيح هلا في وسطنا اكيد اكيد أكيد. طبعا اكيد، نحن نثق بكلمة الرب، نحن نثق بالرب يسوع اللي لأن آه. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت, أثبت. التي تف, تف... تف... تفعلون حسنا إليه بس الفكرة وين؟ إذا هون القدس العالمي، القدس العالمي ليس المقصود أنه شيء عالمي يعني شيء ما هو جيد، لا، هو شيء مقصود فيه المكان الأرضي في الأرض، المكان الواحد المخصص للعبادة القدس العالمي نعم. معناته مكان على الارض مخصص للعباده هذا المكان كان تقام فيه الذبائح وكان تقام فيه الاكلات والغسولات والتنقيه وتكفير عن الخطايا واشياء كل الطقوس اللي كان بيعملها اليهود في العهد القديم نعم طيب لانه نصب المسكن الاول الذي قال له قدس هلأ عم يعطيك تفصيلات خيمه الاجتماع نعم فيها القدس القدس والقدس الاقدس بس فيها شيء الدار الخارجية خارجي. ما حكى عنه اه هو هون ما حكى عن الدار الخارجية لان الدار الخارجية خل... دي بتاعت الشعب نعم. مش بتاعت لا الكهنة ولا رئيس الكهنة نعم وهو لانه عم بيحكي عن الكهنوت فما ف... بيتكلمش عن الشعب بيتكلم عن الكهنة ورئيس الكهنة نعم آه. نعم نعم نشكر رب شايف فبنشوف انه قال آه لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس الذي فيه ما ف... شو التفصيلات اللي كانت بال... بالقدس؟ مناره المناره والمائده مائدة وخبز خبز التقدم وخبز و... التقدم لا في في المذبح والمزب... البخور مذبح البخور مذبح البخور المذبح آه بس ما ذكروش قال بس قالوا بعدين قالوا في ايه قدس الاقداس في المناره والمائده وخبز, وخبز التقدمه التقدم وبعدين وراء الحجاب قال لك ما مبخره من ذهب شوف هلا المبخره من ذهب آه. شوف انتبه المبخره من ذهب وتابوت العهد تابوت العهد مغشى من كل جهه قسط من ذهب ذهب فيه المن وعصا هارون التي افرقت هدول موجودين بخيمه الإشماع ولكن ليسوا موجودين في الهيكل ما هم مش موجودين في الهيكل فعلا شايف شايف رسالة العبرانيين قديش فيها غنى اغنت جوانب مهمة جدا في حياتنا. طيب هنا ده بي... عشان كده ده بيحكي هنا عن خيمة الاجتماع نعم بس... مش عن الهيكل اي اه. هو عم بيحكي عن... عن... بس... عن خيمة بس... الاجتماع بس هلا انت بالنسبة لك كانسان بدك تعرف بدك تعرف وبدك تفهم بدك تعرف بدك تفهم بدك تدخل بالتفصيلات. طيب هلا انا حابب نحكي شوي عن التابوت بالرغم انه احنا ما راح نحكي عن التفصيلات بس أنا هذا التابوت وقت ب... وقت بينذكر قدامي قلبي بلهف ما بقدر أسكت عنه، ما بقدر أسكت عن الغنى في موضوع التابوت. درسنا عنه في طبعاً في التفصيلات بس حابب هيك نحكي شغلة صغيرة عنه, عنه بحسب ما تجيني الذاكرة لأنه أنا ماني محضر له. بس التابوت التابوت أنت قلت حضرتك أنه شخص المسيح عفواً قلت كل أجزاء خيمة الإجتماع ترمز للمسيح انت في المقدمه آه انا منتبه عليك كل كلمه عم بتقولها مركز معك لاني بهمني الكلام بتقوله تابوت العهد بالذات يرمز الى شخص, شخص المسيح. المسيح بالذات آه. ما تبقى من كل اجزائه يرمز الى عمل المسيح شايف شوف انتبه هلا بتشوف التابوت هو عباره عن قطعتين التابوت وغطاء التابوت بس الحلو انه التابوت يحمل الغطاء شوف الغطاء مركز على ايش مركز على التابوت يعني المسيح هو الاساس والعمل يرتكز على الشخص شوف شوف الفرق شوف الفرق بين الانسان وبين يعني غطاء التابوت هو عمل المسيح عمل المسيح والتابوت نفسه هو المسيح المسيح, المسيح يحمل عمله هلا بتقلي طيب يا أسيس ميخائيل كل الناس هي شخصة بحمل عمل بقلك لا بل لا لا أبدا في كثير ناس في كتير ناس بتعمل أعمال مخالفة لشخصة بالذات بالداخل يعني هلا امبارح كنا بسيرة إنسانة طبعا بدون تسمية ولا راح نعرفها ولا راح نقول عنها شيء كل يوم كل يوم بتحط آيات من الكتاب المقدس على الفيسبوك نعم وإذا بتبحث فيها شريرة من الشريرات 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 الشريرات, الشريرات بتقول لي عمله بيدل على شخص لا لهم صيرة التقوى وينكرون قوتها عرفت؟ ف وكتير من البشر للاسف الشديد بيحاولوا انه في في شيء بيحكوا عنه انه علوم هلا موجوده بالعصر انك انت كيف تجمل صورتك قدام الناس تعمل كل الوسائل لتجمل صورتك قدام الناس البشر عم يبحثوا عن صوره قدام الاخرين، ما عم يبحثوا عن تغيير الذات والداخل لذلك العمل لا يدل على الشخص بالنسبه للانسان بينما المسيح شخصه يحمل كل اعماله ويعطيها القيمه لانه كان يعمل قبل ما يعلم شايف يعني شايف؟ كان اللي بيعمله بيعلمه انا حبيت أريد اذكر النقطه حتى نشوف انه قديش في رياء في العالم وقديش في خداع في العالم وقديش في شرور في العالم لان العالم مدعى في الشرير ويحاول ان يلبس قال آه ياتونكم بثياب الحملان وهم من داخل ذئاب خاطفة. خاطفه لذلك العمل لا يدل على الشخص بينما المسيح شخصه يحمل كل عمله واول قطعه يحملها ترمز الى عمله هي غطاء التابوت آه. غطاء التابوت بسموه كرسي الرحمه حيث يرش الدم الدم باصبعه مره على على الغطاء وسبع مرات, مرات على الارض على الارض عرفت ليه لانه لا يمكن دم المسيح يتكرر اكثر من مره دم المسيح لا يتكرر اكثر من مره اللي بيسمعني اسمعني نعم. دم المسيح مرة لانه واحدة. بقربان واحد, واحد قد اكمل الى الابد المقدسين عمل المسيح حيث كرسي الرحمه حيث الغطاء هناك رشة دم واحدة تأتي رمز لعمل المسيح دم المسيح الذي قدم مرة واحدة ويكفي دم الكفارة دم الكفارة نعم طيب هذا التابوت هذا التابوت مصنوع من خشب, خشب صند مغلف بالزهب. كله مغشى كله بالذهب وهذا شو هذا حكينا عنه المرة الماضية المسيح رمز لماسوت المسيح الكامل ولاهوت المسيح في طيب. يعني واحد طيب إذا جينا على خشب الصنت خشب الصنت أين يزرع خشب الصنت؟ يزرع في الأماكن القاحلة القاسية جدا شو بيقول عن المسيح بأشعياء 53؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسه تصور الرمز والمقوله التي تقال عن المسيح فخشب الصند خشب اول شيء يزرع في اماكن صعبه جدا وبيقولوا إنه صحراء سيناء هي اكثر الاماكن اللي يزرع فيها خشب الصند لذلك طلب الرب من موسى ان يصنع تابوت من خشب الصند ويغشيه طيب خشب الصند لا يفسد ابدا لا يدخل وسوس ابدا تصور قاسي ولا يفسد وناسوت المسيح ليس فيه عيب لم يعرف خطيه ولا وجد فيه غش اكيد شايف طلع طيب. بعدين خشب الصمت براسه بالقمه تبعه في شيء يشبه اكليل الشوك اللي هو رمز لا يسوع الذي تعلق على الصليب ووضع اكليل الشوك على راسه خشب الصمت عندما تجرحه ينزل منه صمغ يستعمل في الشفاء ودم المسيح هو من يشفي كل امراض العالم ان كانت خطيه ان كان مرض جسدي ان كان مرض نفسي ان كان اي عيب لان بجلدته شفيت هذا التابوت هو يرمز إلى الإنسان الكامل وإلى الله الكامل في آن واحد في آن واحد ليس خمسين بالمئة ذهب وخمسين بالمئة خشب صنط مئة بالمئة خشب صنط ومئة بالمئة, بالمئة مغشى بالذهب فلا لا يفارق ناسوته لا يفارق ناسوته وحتى على الصليب صح عندما كان الرب يسوع على الصليب داسوته لم يفارق لاهوته لا وعندما دخل القبر كجسد وفي بالناس البسطاء البسطاء اللي ما بيعرفوا الالباء بالمسيحيه بيقول لك ووقت بتقولوا المسيح هو الله ودخل في القبر مين كان عبدير الكون بيحدوا ربنا يا يسوع ربنا يا يسوع. يا يسوع. يا يسوع يا يسوع يعني لو 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 سالت التلميذ في مدارس الاحد كان بيقول له المسيح هو لاهوت كامل وناسوت كامل لذلك انا حبيت اعلي على على, 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 على على التابوت, التابوت. طبعا المسيح لاهوت كامل وناسوت كامل الناسوت هو الذي علق على الصليب وكان بداخله اللاهوت طيب لان البحر ما بيخلص لو حطيت كوبايه فيه ما هيك ما هيك ما هيك بس ما هيك اللاهوت هو شبهه بالنور شبهه بالضوء جيب ضوء وهات مطرقة وضروب على الضوء هل يتأثر الضوء؟ حاشا حاشا هل ينكسر الضوء؟ حاشا إذا كان النور اللي هو الضوء إذا ضربته بالمطرقة ما بيتأثر إذا حاولت تحرقه ما بيتغير إذا إيش ما عملت فيه بده يتم نور وللأسف الشديد يعني سامحني ومعلش خليني اتجرأ واقول اذا النور النور ليس المسيح، النور الضوء الشمس نزل على مكان فيه مياه ملوثه هل يتاثر النور؟ حاشا لا ما بتأثر بس بياثر بياثر يغير الميه شايف؟ نور المسيح، لاهوت المسيح, المسيح لم يتاثر عندما صلب المسيح ولم يتأثر عندما دخل القبر لأنه الله الكامل موجود في كل مكان وإذا كان الله ليس موجود في كل مكان فهو غير الله هو ليس بالله فعلا ويك؟ أه. فحاشا أنه نحن نحد مثل ما تفضلت أه. نحد هذا الإله الغير أه. محدود بأفكار بشرية وقت 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 انصلب مسيحكم ودخل القبر ودخل القبر، مين كان عم الكون؟ اسال طفل بمدارس لأحد بيقول لك وين كان؟ الرب كامل وفي كل مكان لا تحده. وإذا ما بيكون هيك ما بيكون الله ولا بنعبده. ما ينفعش. وما ما ينفعش. بدنا إياه. وإذا ما بيكون هيك ما بدنا إياه. فحاشى إنه نحن نحد المسيح اللي الله ظهر في الجسد، نحده بكلمات من من الغباء من الغباء. للاسف من الغباء ناس كثيره لا تعلم شيء وبتتفلسف على الفاضي نعم نعم هذا ال... هذا التابوت شو فيه بحسب هون بحسب هون شو فيه عصا من ذهب قسط من ذهب من من وعصا عصا هارون, هارون التي افرغت انتبه انتبه على هال... على هال... على هالروعه هال... نعم. هال... انا بفيض قلبي وبسمع بأ بهالكلمات هي طيب اول شيء الذهب نحن عندنا الذهب هو رمز للمسيح للهوت رمز للاهوت المسيح, للهوت المسيح. نعم. بس كمان الذهب رمز القداسه غير لاهوته قداسته لان لاهوت القدوس هو قدوس وقت المولود ابراهيم القدوس المولود, المولود, قبل, المولود منك قبل ما يقول مولود قالها قدوس القدوس المولود منك, المولود منك يدعى ابن الله قداسة المسيح استدعت أن يضعوا الذهب في التابوت نعم. بعدين المن المن شو كان؟ أكل كان الطعام طيب. اليومي للشعب والرب قال أنا هو خبز العالم أنا هو خبز, خبز الحياة. الحياة. النازل من, من السماء, السماء. الواقع حياة أبدية مين شبعك؟ الرب يسوع مين بغنيك عن 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 ذهب العالم؟ مين المسيح. مين بغنيك؟ مين 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 معك في الالام وفي الضيقات وفي الصعوبات وفي في في, في الافراح والاسرار صديق منتصف الليل الرب يسوع فهو هذا المن رمز للمسيح قال له قالوا له قالوا له موسى اعطانا المن, المن في البريه قال له ابوكم السماوي اعطاكم المن من أبوكم السماوي أعطاكم المن الأول وأعطاكم المن الذي لا ينتهي أنا هو الخبز أربعين سنة وانتهى المن آه. لكن المن الذي لا ينضب الطعام الباقي إلى الأبد هو شخص, شخص رب المسيح يسوع المسيح أمين طيب رمز ثالث وأخير وحلو كمان عصا هارون التي أفرخت عصا هارون التي أفرخت إلى ماذا ترمز إلى قيامة المسيح بعد ما مات العصا عصا عصا يابس كان وضعها هارون بين عصي كل اصبات اسرائيل فافرقت عصا هارون دليل ليش دليل انه المسيح الذي سوف يدخل القبر سوف يقوم بجده الحياه قيامه ولمره واحده ولن تتكرر قيامه لكي نقوم مع مع والروح التي قام يسوع المسيح يقيمنا معه لحياه جديده امين, أمين هو ده اللي احنا بننتظره هو ده الرجاء امين العصا التي كانت هي عباره عن لا حياه فيها الرب اعطاها الحياه افرخت دليل انه المسيح الذي دخل القبر يسوع الذي دخل القبر يسوع الذي دخل القبر قام مجددا بحياه بقوه لاهوته أقام ناسوته بقوه لاهوته بقوه الروح القدس بقوه الاب بقوه شخصه بقوه لاهوته أقام ناسوته نعم, نعم ده يعني فمشوف بي بي الروعه بي آه طيب حتى حتى التابوت وقت بتجي تقرا بخيمه الاجتماع ذكر اولا مع العلم هو اخر قطعه موجوده في خيمه الاجتماع لان المسيح هو الاول لانه هو الاول والاخر, والآخر هو البدايه والنهايه, والنهاية فبنشوف بانه القطعه التي لا يمكن ان تراها عين في العهد القديم الا رئيس الكهنه مره واحده في السنه وبداخل مرعوب ايه ببي ببي لا, لا, لا ذكر الوحي المقدس اولا لانها اهم قطعه في خيمه الاجتماع والتي قلنا اولا انها ترمز الى شخص الرب يسوع المسيح الى شخصه بالذات وليس الى عمله نعم. ما تبقى كل القطع ترمز الى عمل المسيح عمل المسيح انا حبيتك عمل لفته <تصفيق> صغيره <تصفيق> يعني بصراحه يعني موضوع غني جدا غنى 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 طيب اذا ولوحاء العهد، طيب في شيء ها اسف آه. آه. هالكلمه لوحاء العهد ذكرتني بنقطه حلوه التابوت لماذا صنع التابوت؟ لكي يحوي وصايا لوحة العهد شو معناته؟ معناتها انه كلمات الوحي الالهي الوصايا العشر لا. الناموس الالهي، الناموس الملوكي لا يمكن ان يقوم به شخص الا شخص واحد هو الرب يسوع المسيح وده فعلا ثبت في كل الكتاب المقدس ما فيش حد قدر ان هو يتمم الوصايا العشر الا شخص المسيح شايف لذلك وضع فيه لوحه الشهاده لوحه العهد نعم فالوحيد الواحد الذي لا يتكرر ولن يتكرر هو شخص الرب الذي حفظ كل الوصايا ولم يكسر وصيه يوما من الايام لانه كان بلا خطيه وبقي بلا خطيه وسوف يعود بلا خطيه وهو بعيد عن كل الخطيه ولا يمكن قدوس قدوس القدوس طيب, طيب. اذا لو, لو حال العهد وفوقه كربال مجد مظللين الغطاء هي بالنسبه للغطاء وشفنا انه في عليه ملاكين ودول الملاكين كانوا وجوههم لبعضهم وكانوا بينظروا لبعضهم بعض وكانوا بيظللوا عمل المسيح بيظللوا الغطاء الغطاء أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل ثم صارت هذه المهيئة هكذا يدخل الكهنة المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة مين بيدخل مين بيدخل إلى المسكن الأول الكهنة الكهنة يوسيفوس المؤرخ بيقول انه عدد الكهنة اللي كانوا في زمن المسيح كان تعدادهم عشرين الف كاهن عشرين الف كاهن كانوا مقسمين من زمن داود الى 24 فرقه يعني شو معناته معناته انه ال 24 فرقه لكي تخدم بالقدس يجب ان يستمر عمل كل واحده نصف شهر 15 يوم نعم حتى يكتمل ال 20000 كاملا اللي هن الـ 24 فرقه لكي يخدموا السنه الواحده يجب أن يخدم كل فريق 15 يوم بس نحن بنعرف بالعهد الجديد ب بلوقا الاصحاح الاول مين كان عم يكهن؟ زكريا الكاهن زكريا الكاهن نعم. بس شو قال؟ قال كلمه قال وقعت عليه القرعه شايف؟ اذا حتى حتى الكاهن اللي بده يخدم بالقدس كان يجب ان تقع عليه القرعه، وممكن انه يكون كاهن كل عمره وحياته وما يقدر يدخل القدس. Yeah. يا طيب. انتبه شايف؟ لانه كل فرقه من الفرق الفرق ال 24 لازم تخدم 15 كل فرقه بتخدم 15، وهالفرقه هي إذا التعداد ألف مقسمة على 24 شايف قديش العدد عدد كبير فلازم يعملوا قرعة حتى مين قطع تقع عليه القرعة بيدخل بيخدم بالقدس بالقدس فبنشوف إنه زكريا وقعت على القرعة ودخل القدس فممكن الكاهن يكون كاهن بيخدم برا بالدار الخارجية إيه لكن بالقدس يمكن يمر كل عمره وما يستطيع يخدم بالقدس شو هدول شو هدول خدمتهم؟ قال وين وصلنا الرقم؟ هكذا ستة. يدخل الكهنه الى المسكن الاول كل حين صانعين الخدمه واما الى الثاني فرئيس الكهنه انت حضرتك قلت فقط مره في السنه ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب كان معروف انه يذبح ثور عن دم عن شخص عن جهالاته وعن الضعفات اللي موجوده فيه وعن خطاياه ويوضع دم الثور ضمن تسط وعاء ويدخل فيه ويرش الدم وانه بينضح بيصبعه على غطاء التابوت وبعدين بينضح سبع مرات على الارض وبيرش الدم وبيطلع وقت بيطلع الشعب بايقن انه شو؟ ان يعني اتغفرت الخطايا, الخطايا في لمدة عام لا بيرجع كمان المره الثانيه ده دي ليه هو هذا ايه هذا اول شيء عن نفسه المره الثانيه في تاسين ياخذ تاس عزازيل تاس عزازيل وتاس الذبيحه نعم تاس عزازيل بيمسح من دم الذبيحه عليه, في البريه وهون بتاكد الشعب انه خطاياهم بعدت عنهم ويا ويلهم اذا المسيح طبعا ويا ويلهم اذا رجع التاس الى الى المحله فتصور انه هالرعب وهالخوف هذا بقلب الناس اللي عايشه تحت الناموس وبسميها شفت شفت بغلطي هذا رح نرجع لها اذا الرب اعطانا وقت فرصه رح نرجع لها بس الفكره شوف شوف الناس اول شيء كل خطيه لازم يقدم عنا ذبيحه نعم. وتصور هلا بهالزمن هذا الناس في في بلادنا العربيه بخاصه بلادنا العربيه يمكن في عيال ما عم تقدر تشوف اللحم ما عم تقدر تاكل اللحم في بلادنا العربيه في بعض بلادنا العربيه طبعا مو كل بلاد في بلاد مضخومة من اللحمه والرب يباركهم بس الفكره في بلاد عربيه هلا ما بيشوفوا اللحم يا حرام ما في بيشوفوا. ناس في البلاد حتى في ناس. كل البلاد ايا كانت ما عندهمش بس... وقت ولا عندهم ايه؟ مكان ولا عندهم فلوس يشتروا حتى حته لحمه نعم لذلك بتصور انه واحد بده يروح يقدم خروف عن خطيته او بده يقدم جدي او بده او بده يقدم بقره او بده يقدم تور تصور انه هال هال هالارهاق هذا الصعوبه الموجوده في العهد القديم في الناموس حتى الانسان يحس بنوع من الرضا شوي بخوف, بخوف بخوف لذلك فتصور انه الذبائح هي قديش ممكن فيه وقديش صعبه طيب ويقدم عن جهلات الشعب معلنا الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد لم يظهر بعد شو طريق الاقداس المسيح القدس الاقداس السماوي الموجود آه. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمه العظم في الاعالي صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسما افضل منهم لانه لمن من الملائكه قال قط انت ابني انا اليوم ولدتك يا بابا السماوي ما اروعك وما اعظمك وما اعظم فكرك قال لان طريق الاقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول له اقامه ما زالت خيمه الاجتماع موجوده وما زالت الهيكل موجوده اديش استمرت هاي العباده لا. 1500 سنة 1500 سنة 1500 سنة وضمير الإنسان مثقل ومتعب 1530 سنة بالظبط عرفت؟ فقديش قديش قديش صعب الإنسان وقت كان يعيش تحت الناموس لا. وتحت الوصايا والفرائض وقديش نحن كمسيحيين نرفع عيوننا وإنه أشكرك يا رب لأنه رفعت الفرائض رفعت الأشياء الصعبة عنا وعطيتنا شخص شبع لحياتنا وشبع لنفوسنا ومطهر لخطايانا وده اللي الحريه ايه؟ وده اللي ادانا الحريه ايه؟ فعلا طيب اذا لان طريق الاقداس لم, لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول له اقامه الذي له الذي هو رمز للوقت الحاضر. الحاضر ليش عبوا الوقت الحاضر وقت كتابه الرساله نعم لانه وقت كتبت الرساله كان لازالت العباده في الهيكل قائمه لانه هاي هاي الرساله كتبت قبل سبعين ميلادي لانه وقت اجى الروماني وهدم اورشليم وهدم الهيكل فبقول كتبت سنه الذي هو رمز دي. للوقت الحالي او الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وزبائن لا زالت كانت القرابين والذبائح تقدم لا يمكن من جهه الضمير ان تكمل الى الذي خدم شايف؟ حد يقدر يكمل الذي خدم يحده. تصور لا لا تصور تصور على على الكلمه الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل, تكمل الذي يخدم الذي يخدم مو الذي يخدم لا الذي يخدم تصور <applause> حتى لا, الكاهن حتى رئيس الكاهن ما بتكملوش ما فيش حاجة تكمله ليه؟ لأنه خاطي مهما حصل <تصفيق> <تصفيق> ليه؟ تخليني لأنه إنسان تخليني أرى بيقول بيقول بالسيد بيقول لهم لأنهم لم يكملوا بدوننا يعني الرب اراد ان يكملوا بدوننا شعب العهد القديم ما كان بيريدوا الرب انه يكمل بدوننا كان عم يحضرنا اشياء نحن هي بالصحاح العاشر بنهايه الصحاح العاشر تقريبا بالنهايات ف ممكن هلا ما ادري اطلع بس الفكره المهم هلا شوف ليش ما كان يتكمل ضميرهم لانه ما اجى المسيح اللي فعلا بيريح الضمير وعمله بيريح الضمير لكن كمان الرب كان محضر انه في ناس راح يجوا في العهد الجديد اللي يكونوا كنيسه واحدة وشعب واحد. لذلك نحن والكنيسه العهد القديم شعب واحد. نعم. لكن ناس ما قبل المسيح ينظرون الى المسيح المستقبل ونحن اتينا بعد المسيح وننظر اليه وهو في الوسط. فشعب العهد القديم ينظر اليه وشعب العهد الجديد ينظر اليه والاثنان جعل الاثنين واحدا. مكملين الى واحد. مكملين. مبارك اسمك يا رب. وهون لم يكملوا حتى ناتي نحن ويكمل شوف ما كان بيقدروا لانه المسيح هو اللي يبدأ يكمل الضمير فبنشوف بانه خلينا ننهي هذا الموضوع وهي من جهه الضمير لم ان تكمل الذي يخدم وهي قائم باطعمه واشربه وغسلات مختلفه شوف وفرائض جسديه وفرائض جسديه فقط موضوعه موضوع الى وقت الاصلاح. الاصلاح ما هو وقت الاصلاح؟ وقت الرب يسوع المسيح عندما يأتي ثانية ويغير كل شيء. هلأ الأرض شايفها بتأن؟ شايف في شرور، شايف في آثام، شايف في مصاعب. شايف... لكن سوف يأتي الرب وقت الإصلاح يصلح كل شيء. وبيحكوا عن صفات الأرض راح تكون الشمس سبع أضعاف. و... 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 وك... وبيقول لك الزارع. راح يتبع الحاصد تصور, ي... تصور هالفتره ما يمشوا ب... بقوه عدمار. الارض راح تكون بطريقه جديده وبقوه جديده قوه حياه جديده عندما ياتي الرب ويصلح كل شيء امين امين مبارك الريق. اسمك يا رب ومبارك ما قدرنا نكمل الموضوع ما أدرنا لا احنا خلينا بس احنا وصلنا لنقطه مهمه وهي ان إيه العهد القديم كان بيرمز الى خيمه الاجتماع او خيمة الاجتماع كان ليها رمز في المسيح وتمت كل هذه الرموز في المسيح وكان خيمة الاجتماع والهيكل وما كان ما يفعله الكهنة ورئيس الكهنة كان موضوع عظيم جدا لكن الناس عارفة أن الأساس في عظم الرب فإلهنا هو العظيم هو العظيم فتعالى نفرح بالرب ونقول له أنت يا رب الإله العظيم أمين أمين إله عظيم لكل المجد أمين سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرة ومسبين لا دانيال ورب داود بنؤمن إنه ما زال موجود ينجي عبيده حسب وعده من سيف جولياط وجب أسود يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوقف قد ما رحمك جيل ورا جيل وامانتك ثابته وما بتزول اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوه يا اوفى صديق ونوقف البحر وسط شعبك تشق وتعمل منه طريق ما في ابواب ولا اسوار امامك تقوى جبار ونضطهد في مره ولادك نشوفك وسط اتون النار يا الهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك لمراحمك جيل ورا جيل وامانتك ثابته وما بتزول اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل إله ابائنا واجدادنا وعودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا وعدتنا لسه ما هتاخدنا بنعلن اني منا فيك وان يوم انكرنا وصاح ديك بنظرة حب تدوبنا وترجع تاني بتوبة اليك يا الهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مراحمك وما أنت كسبت وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مراحمك جيل ورا جيل وامانتك كسبت وما بتزول اعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل يا رب مالكش مثيل نعم يا رب انت ملكش مثيل نشكرك يا رب على معيتك نشكرك على عظمتك نشكرك على مجدك يا رب يا رب أنت مجدي لا أعطي لآخر أنت قلت كده يا رب مجدي لا أعطي لآخر إنت إله غيور فعلا يا رب إنت إله غيور على مجدك بنشكرك يا رب إنت بتعلن لنا مجدك في كل وقت يا رب تعالى يا رب النهاردة غيرنا لنصل إلى ملء إقامتك يا رب يا رب أنت يا رب اللي مشبع الجم الجموع يا رب أنت أشبعتهم في القديم سنوات عديدة اشبعنا يا رب إلى أبد الآبدين يا رب احنا يا رب عايزين نعيش معاك عايزين نتملك منك أكتر وأكتر املك على حياتنا يا رب املك على بيوتنا على اجتماعاتنا اديني يا رب سوق لقلبك يا رب ان احنا نخلص كثيرين ونكون سبب خلاص لكثيرين يا رب لأن أنت المخلص الوحيد ولا إله غيرك يا رب بنصدق في كلامك نثق في وعودك يا رب بارك يا رب الخدمة وبارك الخدام بارك كل من يسعى إلى خدمتك ليتمم مشيئتك إلى يوم مجيئك يا رب سبب وجودنا على الأرض هو أن إحنا نمجدك ونعظمك ونعليك لأن أنت تستحق كل المجد بشكرك يا رب ونعظم اسمك لك المجد والكرمة من الآن وإلى الأبد آمين رب آمين. بركك آمين. أفراني الشاهد هو كان برانين 11 40 هو اخر اخر ايه في الاصحاح 11 نظرة لنا شيئا افضل لكي لا يكمل بدوننا 11 40 <applause> <الـ داعش تصفيق> اه إيه شكرا لا شكرا. يكمل إيه. فعلا احنا ما نقدرش نكمل الا به هو لانه هو الكامل هو هو فعلا الكامل اللي احنا منتظرين مجيئه قريبا وهو قالها انا اتي سريعا ربنا يباركك يا ويستخدمك لمجد اسمه ولينا لقاءات اخرى في استكمال هذا الموضوع الشيق احبائي المشاهدين سعدت بلقائكم هذا اليوم ونقابلكم على خير الاسبوع القادم مع همسه جديده وهمسات عابر